ممكن تكون سمعت عن أنواع سحر كتير، لكن سحر سرقة العمر جديدة دي. في القرن الـ18 كان في كاهن صيني، الكاهن الصيني ده اسمه شامان، وشامان في الحضارة الصينية بتعني ان الشخص ده عنده موهبة في طرد الأرواح الشريرة. الكاهن ده جاله والد طفلة عندها 15 سنة، الطفلة دي حالتها الصحية عمالة بتزداد سوء، والدها وداها عند أكتر من طبيب لكن مفيش أي فايدة، لحد ما الكاهن مسك البنت علشان يكشف عليها أو يفهم السبب، لقى جرح في إيديها شكله غريب جدا. الجرح ده كان عبارة عن نزع لجلد الكف، والنزع ده واضح جدا ان هو تم بطريقة غريبة. ولما سأل البنت هو ايه سبب الجرح اللي موجود في ايديكي، قالت له انها كانت عند واحدة صاحبتها وفجأة وبدون سبب جالها حالة من حالات الاغماء، ولما فاقت من حالة الاغماء لقت الجرح ده في ايديها. صاحبتها قالت لها انها وقعت وبسبب الوقعة حصل لها الجرح ده. الكاهن ده فهم على طول بسبب الجرح اللي في كف الايد اللي في مكان خط العمر، عرف ان البنت دي تعرضت لاخطر انواع سحر الكابالا، واللي بيطلق عليه سحر سرقة العمر أو تمديد العمر أو سحر نقل العمر من شخص لشخص تاني. كاهن الشمان طلب من والد الطفلة إن هو يحاول بكل الطرق يجيب مكان صاحبتها ده بالظبط فين. الراجل حاول يدور عليها، لقى صاحبتها دي اختفت تماما، والكاهن قال لوالدها بحقيقة السحر اللي هي تعرضت له، وإن مفيش حل تاني غير إن هم يلاقوا البنت اللي عملت لها السحر ده علشان ياخدوا تاني جلد الكف بتاع البنت الصغيرة ويرجعوا مكانه تاني علشان يرجعوا تاني حافظوا على خط العمر اللي موجود في كف الايد. والبنت بعد اقل من سنة توفت. سحر سرقة العمر هو من اخطر انواع سحر الكابالا. سحر الكابالا او السحر الاسود بدايته اصلا كانت عند اليهود، وبعدها اتنقل بقوة في منطقة شرق اسيا، واستقر واستوطن واتطور في كوريا واليابان والصين، وبعدها اتنقل لجنوب افريقيا. لكن اول ما وصل جنوب افريقيا سحر الكابالا ده اتطور خالص، لان اتعمل فيه تعويذات جديدة اخطر بكتير من اللي كانت موجودة فيه، وان اتحقق فيه مجموعة كبيرة من الاعمال السحرية. سحر تمديد العمر او سرقة العمر بيعتمد على خط الحياة اللي موجود في كف الإنسان، وإن سحر تمديد العمر أو سرقة العمر هو يعتبر من أغلى أنواع السحر عند السحرة والمشعوذين والدجارين، لأن بيعتمد أولاً إن اللي عايز ينفذ السحر ده أول حاجة إنه لازم يخطف طفل صغير علشان يقدروا ياخدوا الطبقة الجلد اللي موجودة في كف الطفل، ويقدروا ينقلوا عمر الطفل ده من الطفل الصغير للراجل الكبير اللي عايز يستفيد أو يمد من عمره. والسحر ده بتكون تكلفته غالية جداً، وكلها بتعتمد على سرقة الأطفال، إن الطفل يتخطف وبعد كده ممكن يموتوه، ولما يلاقوا الجثة بتاعت الطفل ده يلاقوا إن في أثر جرح واضح جدا في إيد الطفل تحديدا في منطقة خط العمر. والسحر ده بيطلق عليه أكتر من اسم، يا إما تمديد العمر، يا إما تحويل العمر، يا إما سرقة العمر. في الآخر الأعمار بيد الله، وكل اللي بيتقال من أعمال سحرية سواء إنك بتضر شخص أو عايز تفيد شخص هي في الآخر مش هتتم غير بأمر الله. مفيش حد يقدر يمد من عمر حد أو يقلل من عمر حد إلا ربنا سبحانه وتعالى. سلام عليكم.